فكرة النهاردة مكتوب في المواقع عن اعتزال حسام غالي ان هو بينوي الاعتزال في نهاية الموسم. انا اتكلمت مع حسام غالي قبل الحلقة وحسام ما يعني ما بيقول لي الخبر ده غير سليم 100%. انا ما بفكرش اصلا لا في الاعتزال ولا في اي حاجة من دي. انا اصلا ما بكلمش حد, فهم الناس معمول, هو حاسس ان معمول عليه حمل, حاسس ان الناس ضغط عليه بشكل كبير وهو مش عارف ليه, انما هو بعيد كل البعد عن فكرة الاعتزال. هو مكمل تعاقده, شايف ان هو كويس, شايف ان هو بيمر بمرحلة كل لعيبة بتمر بيها او منحنى الاداء, انما بيصعد مفيش عنده مشكلة خالص. فقصة اعتزال حسام غالي قصة يعني ملهاش اساس من الصحة. عايز تعلق؟ انا سعيد ان انت بتنهي الى الناس ان حسام غالي باقي. حسام غالي فعلا موهبة فزة طبعا, مهارة عالية, بس مطلوب من حسام يرجع لنفسه لان الجماهير نفسها في